أم سفيان تقول لي إخوة وأنا وحيدة، يعني لها مجموعة من الذكور إخوة. نعم. وهي البنت الوحيدة. نعم. تقول الكبير ما شاء الله ملتزم ويصلي وعابد، لكنه سيء المعاملة مع أمه ومعها لدرجة المقاطعة، كلما حاولت الاتصال به أساء إليها. الآن هي لا تكلمه وهو لا يكلمها، على من الوزر والإثم شيخي الكريم؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، أعظم المنن التي من الله بها على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل على جميع من كان مع النبي، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأصل في هذا الباب هي أواصر المحبة لابد أن تقوى، والمسلمون جميعا يعني يكونوا لحمة واحدة، وهذا أصل مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. لذلك قال النبي: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. نهيك على أن هذا رحم، وقطع الأرحام من أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها عقوق الوالدين. طبعا هذا عقوق للوالدين، عقوق الأخوات، عقوق للأمهات، أنه يصل به. وأيضا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخير من بدأ بالسلام. الحق بأن هذا إثم كبير، سواء على الذي قاطع أولا ولا الذي استجاب للمقاطعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواثق كالمكافئ، فيجب عليها أن تصل حتى مع الأخ الذي يسيء لأمه، حتى مع الأخ الذي يسيء إلى أمه. هو طبعا إساءته إساءة عظيمة جدا، هذا عقوق والديه. نعم. ولابد أن يكون حسن الخلق مع أمه. قال: فلا تقل لهما أف ولا تنرهما، وقل لهما قولا كريما. فالأصل حتى لو أساء لوالدته وأساء لأخته، وجب على الوالدة أن ترفق به وترحمه وتدعوه إلى الخير وتبين له الخطأ الذي هو فيه، ووجب على الأخت أن تصل أخاها. نعم. هي بذلك تشاركه في الإثم، فلا بد أن تصل أخاها. ونسأل الله أن يجعل هدايته على أيديهم. أصلح الله ما بينهما. آمين يا رب العالمين.